ما اعتقدش ان الناس دي يعني بتقول كلام كده من دماغها، يعني الصدق او المصداقيه باينه جدا في كل حرف بيقولوه، لان هم لمسوا بالفعل انجاز تم على ارض الواقع، لمسوا مشاريع حسنت حياتهم بالكامل. نتكلم على فيروس سي، نتكلم على الوحده الصحيه، نتكلم على الطرق، نتكلم على تغيير شكل الحياه، نتكلم على دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته ليهم لاول مره. اعتقد كلمات صادقه من القلب لا تحمل اي معنى واي شك ان كل هؤلاء اللي اتكلموا ناس بالفعل لمسوا مشروعات حياه كريمه على الارض. خلينا نتوجه للبحيره ونشوف ردود الافعال على الارض عامله ازاي، ناس هناك لمست ازاي هذه المشروعات، ايه حجم هذه المشروعات. طبيعه الحال بصحبتنا استوديو كبير من هناك لصباح الخير يا مصر، زملائنا محمد الشاذلي ومنى الشرقاوي مشرفينا ومنورينا هناك، واكيد عندهم تفاصيل اكتر. صباح الخير عليكم جميعا، ويا رب يعني ايه تكون البحيره بخير. شكرا ليك يا مصطفى. واحد من اكتر الحاجات اللي الناس ابتدت تحس فعلا بيها بالتغيير هو الملف الصحي، عايزين نحس فعلا بشكل مختلف، وعشان كده مستشفى كوم حماده الجديد هو صرح طبي كبير تم انشاؤه وفق احدث التكنولوجيا والتقنيات اللي موجوده علشان تقدم خدمه صحيه وعلى اعلى مستوى. محدش خلاص بقى محتاج ان هو يفضل يروح للمراكز الكبرى او للعاصمه عشان يتلقى الخدمه الطبيه. شاذلي كلامك مظبوط يا منى، والمشكله كمان ما كانتش بتقتصر فقط على المريض، ده المريض واهله. فاحنا دلوقتي بنتكلم في مستشفى كوم حماده الجديد بتخدم 500,000 مواطن بسعه 262 سرير فيها غالبا كل التخصصات. وهنا انا عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا، يمكن فخامه الرئيس اتكلم عنها امبارح في المؤتمر الوطني للشباب، وهو بيتكلم عن المستشفيات الحكوميه الموجوده. حتى طبعا سال احنا عندنا 500 مستشفى تقريبا، فرد عليه وقالوا له لا احنا عندنا 700، فمعنى كده احنا عندنا توسع في بناء المستشفيات. احنا بنتكلم في حوالي 200 مستشفى زياده، 200 مستشفى زياده اتبنوا قد في قد ايه؟ خد وقت قد ايه؟ التجهيزات عامله ازاي؟ التكنولوجيا اللي موجوده تكلفتهم عامله ازاي؟ كل دي تكلفه على الدوله، لكن الجميل في الموضوع كمان ان الدوله زي ما هي ماشيه في هذا الطريق وفي هذا الخط ماشيه كمان في طريق ثاني وهو المبادرات، حتى الرئيس اشار ليه امبارح. احنا عايزين نخفف الضغط على القطاع الصحي والقطاع الطبي، فبنعمل مبادرات استباقيه للكشف المبكر عن غالبية الأمراض الموجودة، فبالتالي ما يكونش فيه ضغط على القطاع الصحي. ومع ذلك عندنا مستشفيات جديدة بتتبني زي المستشفى اللي كانت منها بتتكلم عنها دلوقتي، مستشفى كوم حمادة. خلينا نروح نشوف هذه المستشفى، هذا الصرح الطبي الكبير إيه اللي حصل فيه، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مستشفى كوم حمادة المركزي القديمة دي اتنشأت سنة 1934، ما حصلش أي تطوير فيها لحد عام 2014. بدأنا في 2014 حصل تخصيص للمستشفى في العهد الجمهورية الجديدة، وتم بناء المستشفى الجديدة على مساحة 3100 متر أرضي وبمساحات متكررة 16000 متر مربع بقوة 262 سرير. طبعا ادخلنا فيها التخصصات الجديده كامله اللي ما كانتش موجوده قبل كده، العنايه المركزه مجهزه كامله، الحضانات، الاقسام الداخليه 6 غرف عمليات، برضو الاقسام اللي دخلت عندنا الاشعه، الرنين المغناطيسي، الاشعه المقطعيه، الاشعه العاديه، الاشعه السونار، الاقسام العلاج الطبيعي، الاقسام الداخليه بقوه 110 سرير، عنايه اطفال، برضو عندنا عند 20 عياده متخصصه، وده طبعا ما كانش موجود في الاول في الفتره الاولانيه. طبعا الوضع ده عمل لنا طفره كبيره ان احنا بدانا نتعاقد مع استشاريين في تخصصات غير موجوده، وعملت شغل في مدينه كوم حماده ومحافظه البحيره اللي ما كانتش متوفره قبل كده. والمستشفى بتخدم طبعا حوالي 1,000,000 نسمه غير المراكز الثانيه. فطبعا ديت الطفرات ديت كنا الحالات دي كانت بتروح الجامعه ما كانتش موجوده خالص. فالحمد لله احنا دلوقتي بقى يعتبر في شبه اكتفاء ذاتي في التخصصات الطبيه في المستشفى. طبعا الشغل ده ما كانش متوفر قبل كده تماما، كانت المباني متهالكه تماما، ما كانش فيه. طبعا الوضع دلوقتي احنا عندنا في ادميه في المكان، في مستشفى يعني خمس نجوم، الشغل بتاعها خمس نجوم، خدمه فندقيه، كل ده الحاجات ديت بدأت معانا مع التطوير في المستشفى معانا، والحمد لله دلوقتي احنا بنأدي خدمة طبية على مستوى متميز.
الكوادر الطبية احنا طبعا خدناها من المستشفى القديمة، اضفنا عليها التخصصات الجديدة اللي هي ما كانتش موجودة زي العناية المركزة، المخ والاعصاب، جراحة الاوعية الدموية، جراحات المناظير، كل ده ما كانش متوفر، احنا جبناه فعلا معانا دلوقتي وبقى متوفر وشغال في المستشفى. بيتم بعمل دورات تدريبية مستمرة سواء عن طريق الوزارة او امانة المركز الطبي المتخصصة، وايضا بالاشتراك مع مديرية الصحة في الدورات. الى جانب عندي طبعا تدريب الزمالات، الزمالة المصرية، عندي تدريب زمالة في 6 تخصصات موجودين عندي هنا في المستشفى، فطبعا ده بيوفر لي طلبة للزمالة وتدريب سواء مدربين او طلبة. يعني عندنا مدربين زمالة وطلبة زمالة، ده بيتوفر لهم تدريب باستمرار سواء في الزمالة في أكاديمية الأميرة فاطمة أو خلال مديرية الصحة في البحيرة. في العام الأخير أضفنا 4 أسرة عناية أطفال، أضفنا أجهزة ما كانتش موجودة زي الإيكو، جهاز رسم القلب بالمجهود، بعض الأجهزة أضفناها في الحضانة ما كانتش برضو الحضانة ما كانتش كاملة، الحمد لله تكملت 18 حضانة كاملة، والحمد لله نضف لنا 4 حضانات جداد اليومين دول، ده حاجة جديدة معنا. أضفنا برضو سواء عن طريق الدولة أو بجهود الذاتية أجهزة للحضانات وللعنايات بالكامل وللعيادات الخارجية. طورنا القسم الداخلي بالكامل بحيث انه يستوعب كل الحالات اللي عندنا، يعني عندنا نسبة الشغال تتعدى 90% في القسم الداخلي، سواء العنايات بتوصل ل 100%، واجهزة التنفس الصناعي طبعا زودنا العدد بتاعها عشان تزيد بالنسبة لتستوعب حالات العناية المركزة سواء اطفال او حضانات. طبعا اضفنا برضو فيها بعض الادوية الخاصة بعلاج الهيموفيليا، علاج البيولوجي، وده الحمد لله التأمين الصحي بيتعاون معنا فيه. يعني احنا بنخدم دلوقتي محافظات البحيرة واسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية خلال المستشفى عندنا.